طيب شيخ، فيما يتعلق بموضوع الانقلاب الذي أشرت إليه، الوجود العماني هناك في زنجبار وفي تنزانيا، البعض يرى أنه وجود يعني لم يكن وجودا شرعيا، إنما هو وجود عنصري، وبالتالي هذا ليس انقلابا وإنما هي ثورة. هو لا شك أن يعني الثائرون يرون أنه ثورة على 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 على, على وضع ما، والمثور ضدهم يعتبرونه انقلابا، فهذه هي المفاهيم. طبعا اختلاف المفاهيم لا شك في الحقيقة هو انقلاب على وضع قائم مستقر كان، والوجود العماني هنالك الأصل جاء بطلب من سكان هنالك، يعني لما انتصر العمانيون على البرتغاليين في 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 الشواطئ العمانية، طلب المسلمون هنالك من الإمام سلطان بن سيف الأول العربي أن يذهب ليحررهم من سلطة من نير من من يعني من سلطة البرتغاليين. فكان الوجود هكذا استمر الوجود دولة البوسعيدية والوجود، فكان بطلب من السكان هنالك يعني. وفي الحقيقة يعني أدخلوا العماني أدخلوا الحضارة، أدخلوا يعني فن العمارة، أدخلوا كثير من مفاصل الحياة أدخلها العمانيون هنالك، يعني استصلاح الزراعي، يعني الاهتمام بالتجارة، اهتمام بالصناعة، فصار عليهم انقلاب طبعا. وكان الانقلاب طبعا مؤدلجا بالشيوعية طبعا معروف، يعني وراء أجندة خارجية من غير يعني وراء دول شيوعية أخرى كان قد دعمته. فصار ما صار طبعا، وكان في الحقيقة انقلابا دمويا حقيقة. يعني كيف يعني كان موقف العمانيين، وكيف وصلت هذه الأخبار للعمانيين، كيف استقبلوها؟ والله استقبلوها بالصدمة، لأن كثير من العمانيين كانوا هناك في زنجبار وقد رجعوا هنا، وكثير من العمانيين أقاربهم هنالك، فلا شك يعني يقلقون يعني على أقاربهم هنالك. فيعني فكانت صدمة. أنا كنت صغير يمكن عمري 10 سنين إلى 11 سنة، فكنت حقيقة يعني كثير من أهل البلد ومن الجماعة ذهبوا شرق أفريقيا ورجعوا، ولا يزال بعض منهم هنالك، فكان القلق في الحقيقة باليا على في المجتمع العماني من جراء ذلك من الانقلاب، لأن الأخبار التي تأتي من هناك أخبار كانت في الحقيقة غير سارة، بل أخبار فظيعة لما ارتكبه الانقلابيون في حق العمانيين وفي حق غير العمانيين، يعني من يمنيين ومن هنود وغيرهم من الموجودين هنالك يعني. نعم. فكان القتل وكان طبعا العنف وكان يعني، فالقلق كان موجودا طبعا. الأخبار جاءت عن طريق النظام البرقي، كان البرقيات طبعا الحكومة السلطنة يعني، وانتشر الخبر هنالك، وبعدين طبعا أخذت تأتي من هناك، يعني أخذ يأتي العمانيون من هنالك في السفن الكبيرة يعني. فكان في الحقيقة صدمة كبيرة يعني في 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 في, في المجتمع العماني حقيقة يعني. لا شك سعادة الشيخ أن زياراتكم لزنجبار تنزانيا عموما تواصلت ربما بعد الانقلاب وبعد الزيارات الأخيرة. نعم. فكرة إنشاء جمعية الاستقامة. نعم. في الحقيقة لما أقيمت صلاة الجمعة في زنجبار واخترنا مسجد المحرمي أو جامع المحرم الذي يطلق عليه الآن جامع الاستقامة، يعني قامت الوزارة طبعا بتوسيعه وترميمه وغير ذلك، وكانت هنالك مساعدات طبعا. وبعد زيارة سماحة الشيخ المفتي يعني وكنت معه إلى شرق أفريقيا، كذلك يعني استقطبنا بعض الطلاب أنهم يأتون للدراسة في معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد قبل أن يكون معهد العلوم الشرعية وقبل أن ينقلب إلى كلية العلوم الشرعية. نعم. فجاء في الحقيقة في كل عام حوالي 3 من الطلاب يعني كانوا يأتون للدراسة ثم يرجعون إلى هنالك، وبعضهم استقر في 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 عمان الذي كان له أقارب. ويعني ف يعني بس ف يعني ف فبعد يعني الزيارة هذيك، يعني بعد الزيارة عاد تتالت الزيارات، وفي